اسمحوا لي رحب بضيفي باستوديو المحامي الأستاذ أشرف الموسوي، المحامي الجريء، المحامي الذي يقول الأمور كما هي. مشهود لك أستاذ أشرف بجرأتك وعدم لبس الكفوف، وأنت ابن النبيشيت، عمليا ابن البقاع الذي أيضا يتعرض لاعتداء كبير، تعرض لتهجير أيضا ولنزوح كبير، تحرض، ومثل ما كل يوم بتواكب زميلتنا ريبيكا للدمار الكبير، سقوط عدد كبير من الشهداء، سقوط عدد كبير من الجرحى، يعني ما بعرف، الله يهدي البال وإن شاء الله بيخففها على كل لبنان وعلى تحديدا البقاع والجنوب والضاحية وكل هذه المناطق اللي عم تتعرض إلى أقصى درجات العدوان. أهلا فيك من جديد. مساء الخير لكل المشاهدين. أهلا فيك أستاذ أشرف. يعني اليوم هيك إذا بدي أحكي قانون أنا وياك، وأول شيء واحد بيفكر فيه، هل هذه الحرب لها قوانين؟ كل الحروب بالعالم لها قوانين، إلا الحرب على العدو الإسرائيلي ليس لها قوانين. كيف؟ قبل ما أحكي كيف عم تتعطل القوانين، خليهم من شهر تقريبا، مثل دقائق هاي بلش العدو الإسرائيلي يحط فلاشات أنه استشهاد مقتل أمين عام حزب الله. فنحن شهر على هذا المصاب. حقيقة أنا بالنسبة لي بعد استشهاد سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه، حقيقة ما عاش إلا الحياة نكر. يعني أنا من الناس يعني متعطش لروح شارك بالتشييع، بحك نبكي لأنه لن يمر بهذا العهد الجديد مع 10-20-30 زعيم كبير ستبكي الأمة عليه. لو كان سماحة السيد عايش بيقبل منك الحكي؟ بيقبل. لا بيقبل إنه الحياة لم يعد لها نكهة؟ نكهة، أنا بدي أقول لك هيك، نكهة دينية أكيد، المسيرة تستمر، هيدي مسيرة تستمر، ولكن كقائد كبير على مستوى الأمة، على مستوى الكوكب، سماحة السيد على مستوى الكوكب، مش على مستوى لبنان والعالم العربي والعالم الإسلامي، على مستوى الكوكب. ليس زمن الإحباط لا أكيد. هلا أكيد. لا يأس، لا إحباط أكيد. أكيد. لا تراجع من الوراء، بالنهاية في قدامك عدو بدك تعرف كيف تتعامل معه، ومنخلي بتخلي المشاعر القهر والمشاعر والبكاء إلى وقتها على ما فقدنا. صحيح. عمليا، ولكن هلا منو زمن. صحيح. خلينا لك شيء. أما قال الحرب هناك قوانين تطبق؟ أكيد لا، أغلب القرارات الدولية طبقت في لبنان، يعني 425 طبق. العدو الإسرائيلي بال2000 بس انهزم بال2000، خرج باتفاقيات دولية بمواثيق بتطبيق وترجمة للقرارات الدولية. بال2006 بس انهزم العدو الإسرائيلي بعنقيد الغضب، لأن القوة هي التي تصنع القانون، القانون هو القوة اليوم، هو القوة اليوم سمر. لأنه قال لك شو، اليوم الغرب والدول الأوروبية والدول العالمية تتغنى وتتباهى بالقوانين والمواثيق والمعاهدات والقانون الدولي الإنساني والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الجنائية الدولية. ما بعدل لك يوم، كلها بتعلمناهم بجامعة بكلية الحقوق، سواء كنا محامين أو قضاة أو كتاب عدل أو مساعدين قضائيين. هودي كلهم هودي ما عم يترجموا عمليا، ما عم يترجموا، لأنه نتنياهو وفريقه الأمني وفريقه العسكري اليوم مأكس على هاي القوانين. حقيقة المشكلة إنه العالم عم يتفرج، في صمت عربي اليوم، في صمت بعض حتى بالداخل اللبناني بهذا الموضوع. يعني في كتير اللي بحكي عنها مؤسسات ما مش كتير أنا معجبني أداء الأمان اليوم. هلا مين المؤسسات فيها اللي مش عاجبك؟ اليوم مجلس السلام الشيعي العالم بالنسبة لي ليه ما بيكون اجتماعاته مفتوحة؟ ما هيدا المجلس لك، لا هيدا مجلس مسؤول عن أمي كلها، ما رح روح حلقة إعلام. عم بقول أنا إنه كمثال، جامعة الدول العربية وين؟ وين جامعة الدول العربية؟ بلشنا منظمة التعاون، منظمة إجا كزدر وفاء، السفير حسام زكي، منظمة التعاون الإسلامي وين؟ وين؟ البرلمانات الإسلامية، البرلمانات العربية وين؟ كلهم وين؟ اليوم العدو الإسرائيلي يستبيح أرضنا، اليوم عم يقتل الصحفيين، دور عم ينكل عبر رفيق. هذا عدو ما عنده حدود. بعدنا عم نقول، عم نحكي اليوم لك شو، اليوم المساجد تدمر، المساجد الكنائس تدمر، اليوم سيارات الإسعاف لك، الجيش اللبناني اليوم، الصحفي اليوم، بدي لك شيء، نظام العام للمحكمة الجنائية الدولية في فقرة أفرد فيها نصوص على حماية الصحفيين المدنيين مع معداته، مع كل يعني كل الطقم الإعلامي اليوم مصان، يعني بالقرار 444، ولكن ليس
مع العدو، لا غير قابل للتطبيق، ليس مع العدو الإسرائيلي. شفنا حروب بالعالم احترمت كل هذه المواثيق والآراء إلا في الشرق الأوسط. اليوم لا تطبق أي من هذه القوانين أو هذه من المواثيق أو هذه العهود أو هذه الآراء، كلها يضرب بعرض الحائط. اوكي، مين عم بيقول له شيء؟ ما حدا عم يقول له شيء. مين اليوم عم بيقول له يا محلى؟ اليوم بالعكس عاطينه ضوء اخضر. ايه صحيح، وفاتحين حرب الاباده الجماعيه، وحده منهم السلاح والمال وغيره، وحده منهم في خي ادري هيدا الناطق الفيسبوك اللي كل النهار بينزل لنا خرايط، ما هيدا عم يعمل جرائم اباده جماعيه هيدا. نحن بصراحه بدي لك شيء على الهواء، نحن كمان بمكان نحن عم نساهم، نحن اليوم بالتصوير، نحن عم ننزل، عم نعمل سباق صحفي، نحن بنخلي الاعلام هو المرئي، هو اللي يغطي هذا الموضوع، ولكن نحن عم نعمل تطبيق غير مباشر سمر. يعني نحن اليوم في 6-7 بتفوتي هلا على المنصات بتشوفي هو بيعمل هو فلاش، مش عم نعمل نحن فلاش بسوريا يحاكينا بالاسماء. طب ما هذا لا نحن بدنا نساهم فيه. طب هذا جزء من الصمود، جزء من الثبات، هذا جزء من المعركة مع العدو الإسرائيلي، ما هو شن حرب نفسية علينا. بينما عند العدو الإسرائيلي ما بيطلع ولا كلمة، ما بيطلع ولا صورة إلا إذا سمح بالنشر. أبداً برافو. نحن ليش وين دور مجلس الوطن الإعلام المرئي والمسموع؟ وين دور وزارة الإعلام بهذا الموضوع؟ لما بناخذ قرارات قضائية جريئة بهذا الموضوع، بنمنع الناس تروح تصور أرزاق الناس اللي عم تتهدم. يعني أنا صاحب عقار، أنا 40-50 واحد واقفين عم بيصوروا العقار وعم يتهدم. يا خي هيدا دور الإعلام الصادق، هيدا دور الجديد، هيدا دور كل المحطات المتفاني، دور الإعلام الحربي، عود المراسلين الحربيين بالجديد وبقية المحطات، مش دور كمواطن أنا أعمل سباق صحفي أنا ونزل مأساة الناس وأعمل سكوب. يعني برأيك لازم في مسؤولية على المواطن اللبناني اليوم أنه هو يلتزم، يعرف كي وين مصلحة بلده بهذا الموضوع، لأنه اليوم ما فيها تطلع وزارة الإعلام أو تطلع المجلس الوطني للإعلام أو أي جهة قضائية تجي تعمل لك عملية منع. صح. إلا إذا والله بتروح بتقطع الإنترنت عن البلد أو بتقطع الفيسبوك بالبلد أو بتقطع الواتساب بالبلد. صح. يعني ما بتزبط. جزء من التفعيل الثقافي بدأ مسؤولية، بدأ حس وطني عالي، وحس وطني عالي بهذا الموضوع. بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي لهلأ لهاللحظة بعد 30 يوم من الحرب بعد استشهاد السيد حسن، المجد هلأ اللي عم نحكي عنه أنه ما بتوقف هاي المسيرة، المجد هلأ لرجال الله في الميدان، المجد هلأ لوحدة الرضوان وقلتها ومشتقاتها، المجد للشباب البواسل اللي قاعدين بجنوب، المجد اليوم لهو الشباب. بس تقولي واحد بيعطي اليوم يعطي دم، عطاء الدم شو أعلى معيار اليوم سمر للوطني ليكون مواطن لبناني؟ عطاء الدم. المجد اليوم للشهداء، هلأ للناس في اختلاف بوجهة النظر، هلأ أنا كل واحد بيحكي رأيه. اليوم في رأي بنحكى كتير إنه كل واحد برأيه السياسي، بس أنا عم بحكي صح. بالميدان اليوم نحن عزنا وفخرنا والشباب اللي قاعدين بجنوب، في ناس بيعتبرون عم يخدموا قضية إيران. لشهيدا الوطن لمين؟ مش للجميع؟ سمد الوطن للجميع. اخر شيء شو ما الدستور بيحكي عن شو؟ بيحكي عن لبنان الوطن نهائي لجميع ابنائه. طيب المجد اليوم للنازحين قاعدين بمراكز الايواء، اليوم المجد لمين كمان؟ للاعلاميين مستضيفينهم. ما حدا عم يحكي عنهم. ليه ما بنحكي عنهم هو من كل الاطياف؟ ليه ما بنحكي عنهم سمرها؟ ليه بنطلع بنحكي كثير من المحللين؟ في اجمل من الوحده امبارح يلي صح. تجلت بتشييع الضابط الشهيد في الجيش اللبناني محمد فرحات. هاي الموزايك هذا الوطني، ما كان في أجمل من هيك. هذا الضابط يلي شيع وديعة بكيسة، فما في أجمل من هيدا المشهد يلي شفناه امبارح. هيدا الموزايك الوطني ما بينسحب على كل الميادين؟ لك ليش؟ لك شو ناقصنا؟ والله ما ناقصنا شيء. نحن خليك بعد بالمجد، المجد كمان أنا بقول لرئيس بري الله يحميه، لأن أنا شايف إنه دور رئيس البر الوطني هو كمان هيدا يعني ما فيك تحكي لا الله يحميه بالنسبة لألي، لأنه بعتبر إنه في فريق. أنا بالنهاية هلأ في فريق غياب رئيس جمهورية، في الرئيس بري، في رئيس مئاتي يلي هلأ عم يقودوا خلينا نقول المفاوضات وعم بيديروا البلد سياسيا. أنا برأيي إنه في وقف إطلاق نار. لا بغض النظر أنا ماني محلل استراتيجي، أنا محلل سياسي. ما في لا هدنة إنسانية ولا في شيء. في اليوم الميدان هو الذي يصنع المجد فقط لغير. طيب خلينا لأنه تمي دهنا الوقت عن عدة نقاط نحكي فيها، بدي بلش من ضيعتك. النبيشيت اليوم مثل كل قضية، يعني هي نموذج لكل القرى البقاعية والجنوبية. النبيشيت قرية متقدمة وغيرها، يعني قرية متقدمة اليوم هي النبيشيت، هي ضيعة السيد عباس الموسى والشهيد، ضيعة السيد محسن شكر. لتاريخ اليوم بهاي الحرب نحن عنا 30 شهيد وعنا عشرات الجرحى. عنا فقد عليها هذه الضيعة أصلا. نبشيت اليوم في أكثر من غارة
100 غارة لتاريخ اليوم، وبأحياء سكنية ومؤسسات تجارية ومؤسسات ودمار مدنية. كبير ودمار كبير مثل بقية الكرة بجنوب وبالهرمل وبعلبة. اليوم على مستوى البقاع نحن صرنا بحدود 1000 شهيد، في 1000 غارة بالبقاع اليوم، في كثير من الجرحى على مستوى البقاع. فهيدا الغلب والحقد اليهودي اليوم يتجلى بكل الكرة اللبنانية. طيب خليني انقل شوي معك لاختصاصك اللي هو القضاء والحقوق وغيرك كمحامي. اليوم ايضا انسانيا في عنا سجناء موجودين بالسجون اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية. أول شيء شو معلوماتك؟ مثلا اليوم في سجون بالجنوب، بالبقاع، بالنبطية، بغيرها، هل تم إخلاء هذه السجون؟ لكن اليوم على مستوى السجون نائب المحامين بتحديد نائب فادي المصري بدي وجه له تحية، أكيد في جهد كتير كبير، ولجنة السجون بنائب المحامين قايمة بجهد كتير كبير. إيه بس اللي على مستوى لبنان اليوم في سجون اليوم في بمناطق صارت نازحة. عندك سجون اليوم بلش بصور اوكي نبطيه جزين حصبيه انا بلبنان بنت جبال عم بلبقى عندك بعلبك الهرمل راس بعلبك اللبوه وهذا الموضوع هودي تحت مرمى الخطر تحت مرمى القصف نقلوا كلهم على السجون سواء بصيدا او نقلوا على سجن رومي او على طرابلس على فصائل ومراكز ثانيه بس اليوم في مشكله كبيره هي الاكتظاظ المرعب اليوم بالسجون على بكره بروح على انتفاضه بروح على في حالات فرار على اعتصامات هلا بدها خطه طوارئ قضائيه امنيه لتنظيم هذا العمل واليوم الالكشن امبارح صار في سجال مع بين ليال بوموسى بموضوع التعميم اللي اصدره مجلس القضاء الاعلى بالاتفاق مع وزير العدل نحن مطلوب تفعيل الماده 108 اصول محاكمات جزائيه شو بتقول؟ مدة 8 بإخلاءات السبيل إنه بالجنحة شهرين يمكن على 4 أشهر في حالة الضرورة ويخلى سبيله وبالجناية 6 أشهر ومدة 6 أشهر سنة بدي لك شيء اليوم أنا دعوي لبعض القضاة إنه بدنا نتعصب شوي بإخلاءات السبيل للاتحاقات الأولية كان بالتزوير وبالترويج العملي وبالسرقة ما عدا الدعاوي اللي فيها تعويضات شخصية أو فيها حق شخصي اليوم مطلوب رحمة بأهالي الناس النازحين واللي قاعدين بمراكز ما هودي عندهم مساجين اليوم على مستوى لبنان عندك بحدود هلا في إلي اكيد بتواصل بس هذا اللي كان بصوت مع محاميون هلا بيتواصل لك السجين بيتواصل مع محامي بس اليوم اللي كان بجنوب او كان بسجن بعلبك ونقلوه على محل ثاني اهله ما عاد فيهم يطلعوا هلا فيهم يروحوا على صيدا ولا اذا قاعدين بعكار اذا امي قاعده بعكار بتزور ابنها بصيدا ما بتقدر اليوم تفعيل الماده 108 اليوم تخفيض العقوبات كمان مطلوب اليوم مطلوب من رئيس مجلس القضاء الاعلى اليوم اجت صيغه يعني ما فينا نجي نقول سمر والله بدنا نجيب الملفات من النبطيه او من بعلبك لا هي نقطه صغيره بس خليني احدد المسار معك لانه ممكن تفهم غلط بهيدي النقطه وكانه عم نطلب تخفيف العقوبات او الاستهتار لا لا ما نحن بدنا نطبق النص ظرف حرب بنجي نستغل الظرف عملنا بالكورونا بنعمل هلا خلينا نحدد تحديدا عم نحكي عن القصص البسيطه ايه بسيطه الجنايات البسيطه مقصودين على لا درجه عاليه نحن ما بدنا دعاوى القتل والمخدرات لا عم نحكي نحن على الجنايات المتوسطه هلا يلي فيها شهرين وشهر هيدي الجناح وعم نحكي بالجنايات وست شهور وتمدد يعني معلش اذا واحد موقوف وصل لتسعة شهور موقوف ماشي فينا نخلي له سبيله او ست شهور او سبعة شهور عم بحكي انا بدي من اصل قد ايه لا لا ما هاي العقوبة اللي لك شيء هاي العقوبة فيها مشكلة هلا المحاكم هلا مش قادرة تحكم يعني هلا يعني في ناس موقوفة بعد مش محكومة مش محكومة هيدا بده حكي طويل اليوم في محاكم اليوم محكمة النبطية اليوم محكمة الجنايات فيها 300 ملف فيها 150 موقوف طب عندك ببعلبك وعندك بزحلة وعندك بكل السجون اليوم في مشكلة حتى بالمحاكم سمر في محاكم تحت مرمى الخطر كمان صحيح. انا كيف بدي اطلع جيب يعني هلا في اقتراح في اقتراح مشكور مجلس القضاء الاعلى انه نجيب الملفات من النبطيه بنجيبهم على بيروت او على صيدا مين اللي بده يجيب الملفات تبع المساعدين القضائيين اليوم قاعدين مشردين بعكار وبجبال وقاعدين هو بالنبطيه طب في مشكله تقنيه بس هي انه مين بده يروح يجيبهم القوى الامنيه والعسكريه طب انقصفوا طب في مشكله اذا انقصف قصر العدل بالنبطيه او ببعلبك كمان تتلف الملفات طب بدي اقول لك شيء هلا على الهواء بالنبطيه ما كون صفة البلدية واستشهد رئيس البلدية وعدم طب الملفات بالدوائر العقارية والمالية قد تكون أتلفت اللي فيها مسح لأنه بعد عم يعملوا تحديد وتحرير بالنبطية نرجع نعمل إعادة تكوين للملفات عم بحكي عن المستوى العقاري طب كيف على المستوى الجزائي والجنائي مطلوب اليوم بدو يتنسقوا مع الأمم المتحدة نطلع نجيب الملفات لنخفف أعباء على الناس تعرف هلأ مش وقته هيدا الحكي بس منرجع نذكر أنه ضرورة مكننة الهيدا وجمع الداتا يعني هيدا قصه طويله مطلوب خطه طوارئ يعني. هلا سريعه انسانيه قضائيه امنيه
يشترك فيها وزير العدل ووزير الداخلية، نخفف عبء على النسحين اللي عندهم مساجين مش عم تقدر الأم أي أو البي تقدر توصلوا معها. في حديث بقرار من هالنوع؟ يعني في عمل اليوم على قرار يلاقي خطة طوارئ لا محاولة يعني تنفيذ هذا الشيء اللي عم تقوله؟ في شيء نخبرهم يا لهالمساجين؟ في شيء، في تعميم مفترض يطلع هاي الجمعة عن مجلس القضاء الأعلى، إنه الدائرة الإعلامية نزلت بيان امبارح على طول الجديد إنه في صيغة لتخفيف الأعباء على الناس، إنه ننقل الملفات من بعلبك وننقل الملفات من نبطية نجيبهم على محاكم تكون شبه آمنة وينبت فيها ينبت فيها. إيه بس في مشكلة كمان اللي شيء اليوم في مشكلة كمان بحضور القضاة، في حضور المساعدين القضائيين بدهم يلتقى صيغة إنه تكون كتير سريعة لحتى نخفف أعباء على هيدا الناس، مش على السجين على الناس، إنه بكرة بروح على انفجار ضخم بالسجون. في انفجار ضخم حيصير بالسجون، يعني في سجون بتحمل 100 عم يقعد فيها 200. سمر نحن أمام أزمة بهذا الموضوع. طبعا إذا أنت جايب كل المساجين يلي بكل فروعة السجون بالمناطق اللي هي تحت القصف بالمناطق المعرضة، مهني أصلا السجون فيها اقتزاز، أصلا فيها مشكلة. يعني من شق اللوجستي أنه اليوم إذا بدأت تطلع شاحنة تجيب كل الملفات من نبطية أو من بعلبك أو من حصبية، في حال قصفت هذه الشاحنات حتى كانت بس شو الحل؟ يعني بدك تعمل حل؟ مجلس قضاء الأعلى وزير العدل اليوم هو بده يلاقي الحل، بدهم يلاقوا حل سريع مثل ما قلت. مش مطلوب كمان نوقف نحن بس نصدر بيانات، مطلوب مخفف أعباء عن الناس، عن كيف يكون الحل السريع؟ اعطيني حل السريع. يعني مثل ما عمل بالكورونا نعمل شيء إلكتروني يتقدم إخلاء سبيل، بيجيب إذا ملف في صعوبة ينجيب من المحكمة اللي هي تحت مرمى القصف، بينجيب بيجيب شيء من مكتب التحريات، بيتأسس ملف، بيتكون ملف نخليه سبيله، بيتعهد بنعمل له منع سفر. مثل في 100,000 صيغة تنعمل لحتى نخفف على أعباء على السجين، لأنه بكرة بنروح على أزمة ضخمة جدا جدا جدا، مش ناقصنا أزمات بهذا الموضوع الداخلي. يعني أكيد مش ناقصنا أزمات. هل يجوز اليوم الحكي بعفو عام؟ لك شو العفو العام وقت اللي كان ينحكى عنه كل انتخابات ببرامج انتخابية للنواب؟ حقيقة ما كان في يا سمار توافق، ما كان في يعني أنه ستة وستة مكرر. أنا كنت عم أقولك مرة بالجديد كذا مرة قلت أنا مع عفو عام عن الجرائم من المخدرات. اليوم في 2500 موقوف مخدرات. بنشوف القريب شوي يعني ممكن موقوف مخدرات بشو؟ التجارة لا تجارة شو؟ وترويج، تجارة دولية وتجارة محلية وترويج. أكيد التعاطي اليوم ما بيتوقف. في 2500 سجين مخدرات اللي يقولوا عفو عام هلا بيخففوا الاقتزاز، يطبقوا 108 هلا أصول محاكمة جزائية بيطلع 1000 موقوف. بدنا هلا بدنا بالظرف الاستثنائي، بدنا قرارات استثنائيه من الساده القضاة اللي كله مشهد لهم كله مشهد. يعني كمان هو تنرجع نحدد السقف تبع هذا السجين او هذا كل ملف له خصوصيته. بس في ملفات سمر ما فينا سمر في ملفات سمر في لا بدنا نشتغل عشوائيا. في ملفات ممكن نخلي سبيله يفله، هيدا عم اقوله. يعني يلي بس هيدا بده قرار، هيدا بده قرار اللي هي بسيطه، بس بدنا يكون في هذا الجهد يستكمل باجراءات سريعه من قبل مجلس القضاء الاعلى، وكمان يكون في دور مدعم تمييز بهذا الموضوع. اليوم اذا بدك تخلي على التليفون في يعني في لوجستيا في صعوبه تخلي سبيل، لما اخر شيء بدك تروح تنفذ اخلاء السبيل كيف بدك تنفذيه؟ ما فيش لا موظف ولا في قيود ولا في دفاتر ولا في شيء بدك تقيده. بعد معي بس كم دقيقه، شو حال السجون اليوم؟ لكن شو اليوم حال السجون؟ السجون بنقابل المحامين مواكبه هذا الموضوع مع قوى الامن الداخلي. السجون اليوم لو ما الاكتظاظ انه ماشي حاله، لانه اليوم منيحه الرعايه والتاهيل والدعم اللوجستي والدعم الصحي هيدا متوفر. بس لما بصير عندك اكتظاظ بصير عندك انفجار، مش ناقصنا انفجار، لانه الناس حياتها عايفه اخلاقها من هذا الموضوع. يعني كل ام اليوم بتبكي بدها تشوف ابنها، بدها تحكي مع ابنها، واللي قاعد بالسجن كمان مش عارفين اذا امه راحت بالقصف، اذا بيته تهدم، اذا عائلته مشرده. كمان بدنا نوقف على خاطر الامهات بالحد الادنى. طب مرته ما عم تعرف شو في وانا باي سجن، هلا في نسوان ما بتعرف باي سجن. طيب اليوم مش في مثلا كمان امكانيه اذا نظمت الدوله يعني انه في امكانيه لهيدي الناس عبر التليفونات تتواصل مع اهاليها على القليل يعرفوا يحددوا اماكنهم؟ طب هيدي سهله وممكن. لك سمر اليوم اذا بسجنوني في 5 تليفونات وعم تحكي ب 4500 هلا هيدا بتحب ينحل؟ شو بيقعد هيدا بيقعد بالصف؟ انه بينحل ايه بيقعد بالصف يعني اذا هالقد على القليل حتى نفيد الناس بطل اللي عملت انا تنفيذ القانون 100 القانون التنفيذ العقوبات، نخفض العقوبات ونطبق الماده 108 اصول محاكمات جزائيه وغير هيك من كله حكي. قد ايه في امكانيه يصير هذا الشيء؟ بدنا هذا الحكي برسم الساده القضاه. تقول لك شيء في بدايه كلام فيه؟ في بحث عم بيصير هلا يعني ممكن قريبا نسمع شو خبر الجمعه مفترض. انا رايي هيدي الجمعه بعد التعميم اللي عمله المكتب الاعلامي للمجلس القضاء الاعلى مفترض
ينحط على السكة الصحية. هذا الموضوع نبلش يخفف معاناة على السجين وعلى أهله وعلى عائلته. في شيء كلام أخير بدك تقوله قبل ما أختم معك دقيقة؟ بدي أقول أنا بعدني متفائل بمصر، طالما في شباب شجعان، في شباب بعضهم على الأرض تلاحهم، في شباب بعضهم عزيمته الدولة، إنها أهل العزم. أنا بقول عنهم هقول الألباب عودي ما رح يخلونا نخسر، رح يخلونا ننهزم. أنا متفائل بالنصر إن شاء الله. بدي أشكرك كتير على مشاركتنا وتلبيتك دعوة المحامي الأستاذ أشرف الموسوي. شكرا لك، شكرا لجرأتك، شكرا لكلامك الجميل، وإن شاء الله يكون في نتائج من هذه، يعني شيء خلينا نقول هيك يخفف من معاناة هؤلاء السجناء وأهلهم يلي أغلبيتهم صاروا مشتتين يعني بين المناطق اللبنانية، وما عم يعرفوا كيف يتواصلوا مع أبنائهم في السجون. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك.